مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مراسلون، الذي نصحبكم من خلاله في جولة بين مختلف القصص الاجتماعية والاقتصادية برفقة مراسلين في الميدان. وفي قصصنا لهذا الأسبوع، الصيادون في قرية جسر الزرقاء، ملاحقات إسرائيلية لا تتوقف، تمييز صارخ وتضييقات مستمرة يقابل بصمود وإصرار في قرية وادي النعم، سواعد شابة في غزة ترسم بالألوان حكاية حارة كرمز للحياة والتفاؤل.